للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، زيارة هامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، كيف تتوج هذه الزيارة العلاقات الوطيدة ما بين البلدين مصر والسعودية وكافة مجالات التعاون ومستوياتها فيما بينهما؟ زيارة تسعدنا وتملأ صدورنا بالأمل، لكنها لا تدهشنا. مسألة ليست غريبة على بلدين على أوثق الصلة فيما بينهما منذ جاءنا عمرو بن العاص وأدخل الإسلام في مصر. أنا شخصيا كمواطن مصري متوسط الأنشطة لا أدري كم مرة زرت المملكة، يعني لابد أن تكون حول 100 مرة، أحيانا لأسباب رسمية، أحيانا تكون في الطريق. كنت أمثل مصر في المؤتمر الإسلامي وقاعدته الحمد لله في جدة، اللجنة الاقتصادية الإسلامية مقرها جدة، مؤتمر علماء الإسلام في إطار النشاط الإسلامي. الأنشطة متعددة، لكن أنا سعيد جدا أن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي استعدنا أهم أدوات العلاقات الخارجية وهي مستوى القمة، مستوى الرئاسة. نعم. لأن يعني قبل ثورة 2011 ظللنا يمكن 10 أو 20 سنة نعتمد على السفراء والوزراء فقط. ميزة الدبلوماسية الرئاسة كما طري على الشاشة، الرئيس وراءه 7 أو 8 وزراء، وسمو جلالة الملك أيضا وراءه كل الوزراء، فتتخذ القرارات على الفور لما فيه صالح العلاقات الثنائية، العلاقات داخل الجامعة العربية، بل والعلاقات الدولية و ما يهددنا في المنطقة من كثير من التهديدات. نعم. وبالتأكيد أن كل ما يهم المواطن العربي ويشغل بالنا يبد أن يكون على مائدة الحديث بين الرئيس وجلالة الملك وبين الرئيس وسمو ولي العهد. نعم. أيضا امتدت إلى مستويات التنسيق سواء فيما يخص مكافحة الإرهاب، التنسيق الأمني والتنسيق العسكري، وتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض الدفاعي في المملكة العربية السعودية والجناح المصري تحديدا. إلى أي مدى تلقي الضوء على هذه النقطة تحديدا وهذا التعاون المشترك ما بين مصر والسعودية؟ لأن موقف مصر هو أن الأمن القومي العربي من بغداد إلى الدار البيضاء ومن الإسكندرية حتى الخرطوم هو أمن واحد، أمن يهم أولئك الذين يتحدثون اللغة العربية، 450 مليون مواطن يتحدثون لغة واحدة. بالمناسبة الأجانب يحسدوننا على هذا، أننا كل هذه الأمة ما شاء الله 22 دولة عربية تتحدث نفس اللغة، أوروبا ذات 27 دولة تتحدث 21 لغة، ويتفخرون باليورو. لا، نحن نتفخر بوحدة اللغة، وحدة الثقافة. أنا لا أشعر بالغربة في أي بلد عربي، أنا من الذين جابوا العالم العربي من بغداد إلى الدار البيضاء، وكما قلت لك لا أستطيع أن أحصي مرات حضورنا في المملكة. الآن نحن أيضا نناقش المسائل الثنائية. نعم. لأن شيء جميل أن تكون العلاقات أخوية ولغة واحدة وما إلى ذلك، لكن أيضا إذا استندت على مصالح مشتركة، وبدلا من أن نذهب ونستثمر في البلدان الأجنبية دعونا نستثمر في بلداننا. ونجحنا في مصر أن تكون مصر أكثر دولة جاذبة للاستثمار بين البلدان العربية والبلدان الإفريقية، وبالتالي المملكة تحديدا هي أكبر مستثمر غير مصري على أرض مصر، وهذا يمكن أن يتضاعف ويتوقف على مجهوداتنا نحن أيضا، لأنه مطلوب أن نمهد السبيل للمستثمر، أن نسعده، أن نغنيه، أن نجعله يربح، إلى كل هذه التسهيلات التي يحتاجها المستثمر. نعم. وننتظر، إلى جانب أن لدينا منطقة تجارة حرة، هذه نقطة يجب أن ندلي بها بالنسبة لرجال الأعمال، أننا نصدر إلى المملكة وإلى 22 دولة عربية بدون جمارك، ونستورد منها دون جمارك. أيضا لدينا اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. في زيارة كهذه لا نغفل أهمية الجالية المصرية في السعودية، وهي أكبر جالية لنا في العالم كله، ولعلك تتابعي طبعا تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت قدر الصادرات 31 مليار دولار تأتينا من مختلف الدول، لكن أكبرها هو ما يأتي من المملكة. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.